نحن الآن في منطقة المري، تم زراعة هذه المساحة الواسعة من القمح، وتعد هذه المنطقة من المناطق الزراعية الواسعة طبعا. ونحن هذا العام إن شاء الله سيتم زراعات أوسع، ولكن نحن الآن معرضون يعني مثل ما شاف أخ هو القصف الطيران، ويعني أمامك شاهد أخي حريق دامك. الحريق تم يعني حرق كميات واسعة طبعا من القمح هنا. أخي هلا هو نحن قريبين من جبهة البحارية تقريبا، وأمامك ظاهر يعني دخان قصف دبابات صواريخ، يعني من شوي كانت الطيارة يعني قذائف موجهة، الطائرات الموجهة والطائرات الحربية. والحمد لله إن شاء الله نحن يعني نستطيع بإذن الله تعالى أن نجمع هذا المحصول إن شاء الله تعالى.